ولأنه كتير كان قالها يموت لكن هيقوم قام فعلا بعد ما كان في القبر التالت يوم قام زي ما قال وقيمت حقيقة ومش أوهام بعد الموت قام كان لازم إنه يقوم الموت بالموت يتقام قام وخرج من قبره المقفول وساب الأكفان دي قيمته أساس كرازة مأكيد طول الأيام دي قيمته رسم لنا فرحة يتجد وخلاص ما بقاش الموت بعد قيمته اللي يشوف خلاص مهما نقول عن فضل علينا عشان الموت كان ليك سلطان على كل الناس جه أخذ النفس وخلصنا وعليه أمداد وإدى الأرواح المحبوسة تحرر وسلام بعد الموت كان لازم إنه يقوم الموت بالموت يفعل قام وخرج من قبره المقفول وسام الأكفال دي قيمته أساس رازتنا أكيد طول الأيام بقيمته رسم لنا فرحة يتبدد وخلاص وخلاص ما بقاش الموت بعد قيمته اللي يشوف خلاص مهما نقول عن فضل علينا ما نلاقي لما يقوم ويدوس الموت من بعد جرح وعذاب وصلب وقهط وآلام بعد الموت كان لازم إنه يقوم الموت بالموت يتقال قام وخرج من قبره المقفول وسام الأكفان دي قيمته أساس كرازتنا أكيد طول الأيام بقيمته رسم لنا فرحة يتبدد وخلاص مهما نقول عن فضل علينا ما نلاقي كلام كان التلاميذ خايفين وعليهم باب مقفول ما افتكروش ليه بس قيمته مهما كان بيقول فجأة لقوه ظاهر قدامهم ودي مش أحلام بعد الموت خرج من قبره المقفول وساب الأكفان بقيمته أساس كرازتنا كان طول الأيام بقيمته رسم لنا فرحة يتبدد وخلاص ما بقاش الموت بعد قيمته اللي يشوف خلاص مهما نقول عن فضل علينا